بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء وموعد كما عودناكم كل يوم مع نجم من نجومنا المشاهير. النهاردة معنا وجه القمر الجميلة نجمة التلفزيون دراما نرمين الفقي. هنتعرف على تفاصيل حياتها الخاصة والفنية في دقائق معدودة. الاسم بالكامل نرمين عبد الرازق الفقي، من مواليد 21/6 عام 1972، عمرها 48 عام. ولدت نرمين الفقي في مدينة الإسكندرية، وتعلمت في مدرسة فيكتوريا كولاج، وهي من أقدم المدارس في الإسكندرية. وبعدها دخلت الجامعة كلية التجارة، وتخرجت منها. قضت حياتها نرمين الفقي مع والدتها بسبب انفصال والدها عن والدتها. بدأت نرمين الفقي حياتها الفنية في الإعلانات في بداية التسعينات، ويرجع السبب في هذا إلى المخرج طلعت يوحنا، عندما شاهدها على إحدى شواطئ الإسكندرية فطلب منها أن تشارك في إعلان لا تخسر ولا تستخسر. وكان الإعلان ده يعني عن أدوات تحتاجها المرأة في المطبخ. وبعدها عملت إعلانات كتيرة، وأصبحت من أشهر مقدمي الإعلانات التجارية في بداية التسعينات. بدأت نجوميتها في أغنية قولي مع محمد فؤاد عام 1994، وأيضا في كليب اتمنيت للمطرب أحمد النجار. وبعد كده دخلت المسرح، وكان أول عمل مسرحي لها عام 1995 مسرحية دستور يا سيادنا مع النجم الكبير أحمد بدير. والنجمة نرمين الفقي فضلت أن تكون نجمة تلفزيون أكتر من السينما، وهي لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش رغم جمالها ووصول سنها ل 48 عام. وقالت أنا ابنة التلفزيون. قدمت الفنانة نرمين الفقي منذ بدايتها الفنية 19 مسلسل وثلاث أفلام فقط ومسرحية. من أشهرهم هذه المسلسلات، أول مسلسل كان في عام 96 كان اسمه أيام الغربة، وفي عام 1997 عملت بحار الغربة، وأيضا في هذا العام مسلسل الحصيدة. أما في عام 1998 تألقت نرمين الفقي في مسلسل رد قلبي مع النجم محمد رياض، التي قامت بدور إنجي، وده كان من أشهر مسلسلات 1998 الذي حقق نجاح ساحق وشهرة لها هي والنجم محمد رياض. وتوالت النجاحات بعد ذلك، ومن أشهر مسلسلاتها أيضا مسلسل الأصدقاء عام 2002، والمسلسل الجميل الليل وأخره عام 2003 مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومسلسل جبل الحلال مع النجم الراحل محمود عبد العزيز عام 2014، ومسلسل نصيب واسمتك عام 2019، ولا ننسى مسلسل لؤلؤ مع الجميلة مي عمر عام 2020،
وعملت ثلاث أفلام فقط للسينما، وهي طبعا ملهاش حظ في السينما قد كده، فشان كده بتحب الدراما عن السينما. من هذه الأفلام فيلم اللقاء الثاني عام 1998، وفيلم فل الفل عام 2000، وفيلم دكتور سيليكون عام 2009. من آخر أعمال وجه القمر نرمين الفقي مسلسل نسل الأغراب مع النجم أحمد السقا والنجمة مي عمر، الذي سيعرض في رمضان عام 2021. حصلت نرمين الفقي على جوائز عدة طول مدتها الفنية: جائزة أفضل ممثلة وأحسن أداء، وكمان من أقرب الأصدقاء المقربين لها ويعتبر جارها الفنان كمال أبو ريا، اللي كانوا قالوا إن هو تزوجها وهي ردت وقالت إن الفنان كمال أبو ريا صديق لها وساكن بجوارها في مدينة الشيخ زايد، وإنها تستشيره في أي شيء عندها وفي أمورها، حتى في أمور الفيلا بتاعتها. دي كانت نبذة سريعة عن حياة النجمة نرمين الفقي. شكرا لحسن المتابعة.